واحد. أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد. أمين. نتابع دراستنا في سفر التثنية الإصحاح الاثناشر. سفر التثنية من أول الإصحاح الاثناشر بيخش في حاجة بيسموها الشرائع الخاصة. يعني إيه الشرائع الخاصة؟ قبل كده كنا بنتكلم على الوصايا في مجملها، وقلنا أن ربنا بيقول لك قدامك سكتين، يا سكة البركة يا سكة اللعنة. مين اللي في إيده الاختيار؟ الإنسان بحرية إرادك. إن قطعت ربنا تاخد البركة، وبحرية إرادتك لو عصيت ربنا يبقى أنت بتجذب إليك اللعنة. زي ما احنا في القداس الغريغوري كده بنقول أنا اختطفت لي إيه؟ قضية الموت. فحرية إرادتك هي الحكم. والإصحاح اللي فات جاوبنا على سؤال ماذا يريد الله منك، ماذا يريد الله منك، وتقابلنا مع آية عجيبة جدا المرة اللي فاتت لما بيقول إن تكون أيامك كأيام السماء على الأرض. إزاي إن أنا أبتدي أعيش الأبدية والملكوت وأنا عندي كل الحاجات اللي بتتعبني على الأرض دي؟ ده اللي اتكلمنا عليه المرة اللي إيه اللي فاتت. النهاردة الإصحاح بيدور حوالين بعض نقاط هامة. أول حاجة هي تطهير القلب. تطهير الإيه؟ القلب. مش ممكن أن أنا أقول أن أنا ابن ربنا، ومش ممكن أقول أن أنا ماشي مع ربنا وأنا ما زال عندي جوه قلبي محبة إيه؟ غريبة. اللي حصل عشان نربط بين التأملات الروحية بتاعتنا وبين الإصحاح، أن الشعب قارب أن يدخل أرض الموعد، والشعب ده كانوا عبارة عن مجموعة لسه حديثة العهد، يعني مجموعة لسه كانوا عبيد في مصر وطلعين قعدوا في البرية 40 سنة وهيخشوا الأرض. فهيخشوا ينبهروا بالإيه؟ بالحضارات. زي ما واحد يكون جاي لسه من مصر مثلا وبعدين يتدلى هنا في أمريكا، يقوم إيه أهله ياخدوه يودوه هوليود وبيفرلي هيلز والحتة ديت، يقوم دماغه إيه تخف تسيح ويقول لك باه علينا، ده احنا كنا مدفونين وجينا هنا شفنا ما لم تره ايه عين. تقول له الكنيسة والقداس، يقول لك يا عم ده احنا اتهرينا الكلام ده، خلاص بقى ايه خلينا ايه نعيش حياتنا. فربنا قبل ما بيجيب الواحد يديله فيزة امريكا، قبل ما هيديلهم فيزة دخول ارض الموعد، بيقول لهم ايه؟ هذه هي الفرائض والاحكام. كلمة فرائض وأحكام يعني ربنا ابتدى يكلمهم بصيغة إيه؟ صيغة قانونية. أما بتكلم على فرائض وأحكام يعني أنا بتكلم على إيه؟ على زي دستور كده، على حاجة قوية. ربنا بيقول لهم دي حاجات لابد أن أنتوا إيه؟ تلتزموا بيها. ودي على فكرة مفروض صحيح ربنا حنين وبيقول أن وصاياي خفيفة وحملي هين وكل ده، لكن إحنا لما نقف قدام ربنا في الدينونة هنتحكم بأني قانون؟ ما هي بالوصايا دي. يعني انتوا واخدين بالكم؟ يعني النهاردة ربنا بيقول لك لو انت حبيتني وصاياي بالنسبة لك هتبقى ايه؟ سهلة. لكن لو انت ما قدرتش تحبني وحبيت نفسك، ايه اللي هيحصل لك؟ ان دي هتبقى فرائض وقوانين وشريعة انت هتتحاسب عليها. فين؟ في الدينونة التي أعطاك الرب إله أباك التي تحفظون لتعملوها في الأرض التي أعطاك الرب إله أباك لتمتلكها كل الأيام التي تحيون على الأرض. أنا الآية دي بتفكرني بآية جميلة بيقولها ربنا على الولاد على الشباب، يقول إيه؟ ربي ابنك في طريق الرب فمتى شيخ لا إيه؟ لا يحيد عنه. كأن إحنا من الأول قبل ما نخش، يعني الابن وهو صغير بيبقى إرادته محكومة بإرادة إيه؟ أبيه. لكن لما بيكبر خلاص بقى إرادته هو. بالظبط. وانتوا في البرية انتوا لا حول ولا قوة، إيه اللي في إيديكم تعملوه؟ ولو أنهم كانوا بيعملوا أخطاء كتير، لكن الأخطاء دي هتبقى أصعب وأخطر إمتى؟ لما يخشوا أرض الموعد. طب انت عايزنا يا رب الأرض دي، انت بتقول التي أعطاك الرب إله أبائك لتمتلكها، وهنا في تعبير جميل قوي. أما بيقولوا لتمتلكها كأن هو حيدها لهم ميراث، بس مين الوصلة هنا؟ إله إيه؟ إله أبائك. يعني الأباء دولت هم اللي كانوا السبب في البركة دي كل الأيام التي تحيون على الأرض. طب أنت عايزنا نعمل إيه يا رب؟ تعالوا بقى أوريكم هتعملوا إيه.
تخربون جميع الأماكن حيث عبدت الأمم التي ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء، وتهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل آلهتهم وتمحون اسمهم من ذلك المكان. ده ملخص إبادة كل أشكال العبادة الوثنية. ممكن نتكلم كتير في هنا في الآلهة الوثنية، بس أنا مش عايز أخد وقت في الحاجات ديت. بعل زبول والسواري والتحت الشجر وكل دي كانت أنواع من أنواع الإيه؟ العبادات. ربنا بيقول لهم تخرب وتإيه؟ وتهدم وتقطع وتحرق وتمحي، كلها أفعال إيه؟ أفعال قوية جدا، أفعال صعب إن أنا بسمعها من مين؟ من ربنا. يعني ربنا مثلا يجي واحد يقول لي إيه؟ طب هو ليه ربنا ما قال لهمش مثلا أنتوا تروحوا تقولوا لهم تعالوا بقى خليكوا خشوا في شعب الله؟ ليه؟ ليه؟ أقول لكم حاجة بسيطة جدا، اوعى تفكر ان انت تكون احن على حد من ربنا. خدين بالكو، اوعى تفكر ان انت تكون احن على حد منين؟ من ربنا. احنا بنقع في الغلطة دي كتير، نقول له ليه يا رب ما ادت لهمش فرصة ليه؟ ده احنا قلنا ان ربنا سمح بتيه الشعب 40 سنة في البرية علشان يكمل كأس غضب هؤلاء الايه؟ الامم، السبع امم اللي هيطلعوا دول. ربنا من ضمن السبب الأسباب غير خطية الشعب وإعدادهم وكده إن أنتوا بقى تاخدوا إيه؟ مهلة كفاية. فياريت إن إحنا وإحنا بنقرأ العهد القديم ما نعدلش على ربنا، ده السبب الأولاني، لأن كمل كأس إيه؟ غضبهم. نمرة 2، أنا ربنا فاحص القلوب والكلى والكلى، يعني ربنا عارف إذا كان ده لما ياخد فرصة هيتوب ولا ما يتوبش. ربنا إيه؟ عارف إذا كان ده هياخد فرصة هيتوب ولا مش هيتوب. ومش عايز أقول فرصة، ده ربنا بيدي الواحد كل إيه؟ كل الفرص، لدرجة أورشليم اللي اتعمل من أجلها كل هذا قيل لها إن أنت لم تعرفي إيه؟ زمن خلاصك، لم تعرفي زمن خلاصك، يعني كل اللي ربنا عمله علشانك دوت أنت ما استفدتيش بيه. أول حاجة ربنا بيطلب من الشعب إن هو يعملها إنه يبيد كل العبادات الوثنية اللي في هذه الأماكن. الحاجات دي كانت فيها حاجات تبدو إنها جذابة للناس. يعني أنا مثلا لما ألاقي حد مثلا قلع صليبه وعلق لي مثلا كف مثلا، ولا خرزة زرقاء، ولا يعني مش عايز أذكر أمثلة أكتر وأكتر من الحاجات دي، ده معناه إيه؟ هل ده ارتداد للعبادة الوثنية؟ أنا حاسس إن هذا الإنسان لا يعرف قيمة الصليب اللي بيرتديه. ده أولاً بدليل إن هو إيه؟ بيشاله وبيحط مكانه إيه؟ أي حاجة هو ممكن يتخيل إنها شكلها appealing أو fashionable أو كلام زي كده. نفس الشيء أنتوا بتضحكوا على الشكل الخارجي، لكن الأخطر منه يا أخواتي هو حالة القلب الداخلية. لأن ربنا النهاردة الهدف في الإصحاح ده إن ربنا عايز يبتدي يأسس الهيكل بتاعه، بس ربنا لما يأسس الهيكل ما يقدرش يحط الهيكل بتاعه في وسط إيه؟ أوثان. عشان كده ربنا قال لنا لا يستطيع أحد أن يخدم إيه؟ سيدين. إحنا أحيانا بنقول طب ما إحنا بنعبد ربنا، وإحنا مش بنعبد ربنا، اللي أنت بتعبده هو واخد اهتمامك الأول. خلي القاعدة دي في ذهنك، يعني لو حجم صلواتك وقرايتك في الإنجيل وتأملك وكل ده قل لحساب أي حاجة تانية مهما كانت، أنت كده ابتدى يحصل عندك إيه؟ ديفيشن. أنا قلت لكم الموضوع ده، أنا لما ترسمت قعدت مع المتنايح الأنبا مكاري بتاع اللي كان بتاع سينا، مكاريوس مكاري، فقلت له عايز نصيحة يا سيد، قال لي نص وقتك للخدمة ونص وقتك للامتلاء الروحي. وأنا بعترف قدامكم إن أنا لغاية دلوقتي مش عارف إن أنا أنفذ هذه الوصية، ولكني أشعر بقوتها، أشعر بقوتها. لو خدت يوم واحد إن أنا بس أقفل ما أردش على التليفون وأقعد أنا أقرأ لنفسي، خدمتي بتبقى أعمق وأقوى. وإنتوا بتحسوا أنا ما قلتش حاجة، هنرد 6 أيام.
لكن الفرق بين ان لان هو من ضمن الحاجات اللي الشيطان بيسحبك بيها ايه؟ الشيطان ما بيقولكش اعبد اوثان، انتوا ما حدش فيكم هيجيب تمثال دلوقتي ويعبده، لكن هتعبد ايه؟ هتعبد مشغوليات. هتعبد ايه؟ مشغوليات. هيبقى قلبك حلو. احنا بنمثل دلوقتي المثل الكبير بتاعنا هي مرس، انت تهتمين وتضطربين لاجل امور ايه؟ كثيره، ولكن الحاجه الى ايه؟ الى واحد. فربنا هنا بيقول لك ايه؟ انا مش عايز اي حاجه من الحاجات اللي بتشغلك عني، اي حاجه. عشان كده كان واضح في العهد الجديد واحنا بنستصعبها لما يقول كل واحد يبغض اباه وامه واخته وكل ده، يبغض صعب قوي، بس يبغض في اليوناني معناها ان انت بروترايز، يعني تحط مين الحب الايه الاول. هو كومز فيرست، هو كومز فيرست. يبقى صلواتي قرايتي في الانجيل عشرتي الشخصيه بربنا تيجي الاول. عشان كده هو قال ايه؟ ماذا انتفع الانسان وخسر ايه؟ نفسه. عباده الاوثان موضوع كبير واحنا اتكلمنا فيه كتير وليه مظاهر كتيره جدا، لكن انا بلخصه لكم في كلمه واحده: الوثن في حياتك هو او حبك الاول واهتمامك الاكبر. لو انت قعدت مع نفسك ولقيت حبك الاول اللي انت بتتشد له دايما واختيارك الاول حاجه غير ربنا، يبقى ده ايه؟ وثن. سواء اذا كان حجر او اذا كان شجره او اذا كان سواري، سواري يعني عواميد طويله، اي حاجه ايا كانت. ربنا النهارده بيقول لهم انا عايز الارض اللي انا حابني فيها الهيكل بتاعي تبقى ارض مقدسه. وقلبك مش هيحب ربنا حب مقدس الا لو انت عملت الكلام اللي ربنا ايه بيقول عليه. وبعدين في مبدا تاني بسيط يا اخواتي، ربنا بيقول لك انا عايزك انت تبقى شعبي، في المقابل احنا نقول له وانت ايه؟ الهنا. يعني هل انا ينفع ربنا يقول لي انت شعبي وانا اقول له انت واحد من الهتي؟ ينفع العلاقه دي تمشي كده؟ انت واحد من اهتماماتي؟ ما تمشيش. ثالث حاجه ان ربنا عايز يورينا شيء خطير جدا. احنا اتكلمنا زمان في موضوع، خدنا حلقات طويله عن موضوع الخلاص، واتكلمنا على موضوع اسمه الانسان كاهن الطبيعه. يعني ايه الكلام ده؟ الطبيعه تتقدس بالانسان والطبيعه تتدنس بالايه؟ الانسان. وده شفناه من اول ادم، قال له ملعون الارض بسببك. يبقى النهارده لما ربنا يقول لي قدس هذا المكان، يبقى ربنا بيعلمني ان انا بقيت مسؤول النهارده عن هذا الايه. تقول لي ده جماد، لا، ما الجماد ده برضو انت ممكن تاخد خشبه زي كده تعملها صليب يبارك، وممكن تعملها واحد بوزه صغير كده وتبقى ايه؟ تتعبد له، صح؟ نفس الشيء في اللسان الحلو ده، ممكن تستخدمه للتسبيح، ممكن تستخدمه في ايه؟ في حاجات تانية وحشة. حاجة تانية ان ربنا عايز يفهمنا ان لا يجوز الجمع بين النور والظلمة. يعني ما اقدرش اقول ان بيتي في بار وسكر وتلفزيون فيه قنوات مش كويسة وانترنت وحش، وبعدين في نفس الوقت انا باجي الكنيسة احضر درس كتاب او احضر قداس. ما ينفعش. يعني ربنا صحيح، ربنا دلوقتي ما بيعملناش بحساب الصواعق بتاع زمان والاسلوب العنيف ده، لكن في نفس الوقت ربنا على الاقل مش هيديني نعمة الاحساس بوجوده في حياتي. يبقى انا اسوي ايه لو ربنا مش موجود في حياتي؟ انا اسوي ايه؟ ولا حاجه. لدرجه ان حتى الممارسات الروحيه لو خلت من وجود ربنا، يعني بشوف ده كده، بشوف ناس بتيجي الكنيسه وبعدين في البيت باسم الصليب، يعني بيلبسوا ماسك وهم داخلين وهم خارجين قصه تانية خالص. انا مش بتكلم على حد، ده مواضيع من حروب احنا كلنا بنتحارب بيها كبشر، لكن شطارتنا ان احنا نعمل ايه؟ ان زي ما بنقوله كما في السماء كذلك على الارض، يبقى حياتنا واحده، حياتنا متواصله. والا احنا بنقوله ان في اوثان في حته، انا ذاتي في البيت وهنا بقول لك انت الهي. ما ينفعش، ربنا ما نقدرش نتعامل معاه كده. سبب تاني من اسباب ان هم يهدموا كل حاجات الاوثان،
بيقول لا تفعلوا هكذا للرب إلهكم. إيه اللي بيحصل؟ إن هم كانوا بياخدوا حاجات من العبادات الوثنية ويبتدوا يدخلوها إيه؟ في العبادة بتاعتهم. طب هو ربنا مستني حد يجيب له عبادة وثنية ولا يجيب له حاجة؟ إحنا أحيانا يجي واحد يقول لي أبونا في الحاجة الفلانية في الحتة الفلانية ما تيجي نعمل زيهم. طب هي كل حاجة إحنا بنشوفها برا تنفع نعمل زيهم؟ لا، مش كل حاجة، لازم نتأكد أن الحاجة دي توافق الله. لذلك وصية التخلص من الأوثان هي وصية قائمة في كل إيه؟ وقت. وأعتقد أن الحديث اللي دار بين السيد المسيح وبين الشاب الغني كان مثل واضح كلكم عارفينه، لأن المسيح قال لا يستطيع أحد أن يخدم إيه؟ سيدين. الوثن بتاعه كان المال، على الرغم من القامة الروحية الحلوة بتاعته، حفظ وصايا وطاعة وحدثته وماذا أصنع لأرس وكل الجمال ده، لكن حتة القرش إيه؟ عد قلبي ولا تعد إيه؟ رغيف. فعشان كده ألخص كل اللي قلته ده وقول إيه؟ شوف من هو حبك الأول، ذاتك، فلوسك، عيالك، سمعتك، خدمتك، مظهرك، أي حاجة، مكانتك في الكنيسة، أي حاجة. طب أمال هنعمل إيه يا رب؟ لو طوعته بقى ونظفته يبتدي بقى من آية 5، بل المكان الذي اختاره الرب إلهكم من جميع أصباتكم ليضع اسمه فيه سكناه تطلبون وإلى هناك تأتون. قبل ما أخش في التفاصيل هنا هنلاحظ حاجة عجيبة، ربنا في العهد القديم يختار مكان واحد لإيه؟ لعبادته. ما ينفعش تعبد ربنا أو تقدم ذبايح بالأخص أو تحتفل بأعياد في أي حتة غير فين؟ في الهيكل. طب وفي العهد الجديد؟ في كل مكان. ليه؟ طب ليه في العهد القديم مكان واحد وليه في العهد الجديد في كل مكان؟ احنا كده النهاردة في القداس بنقول من مشارق الشمس إلى إيه؟ مغاربها. كل الناس بإيه؟ يقدم بخور لإسمك القدوس وذبيحة طاهرة. ليه؟ في العهد القديم كان التشرذم بتاعهم لو اتوزعوا هيتأثروا بالعبادات الايه؟ الوثنية، وكان لازم يبقى فيه تأكيد على الايه؟ على الوحدانية، هنتكلم عليها اكتر شوية. لكن في العهد الجديد احنا عندنا وحدانية من نوع جديد، اللي هي ايه؟ وحدانية في مين؟ في المسيح. عندنا مسيح ايه؟ واحد. عشان كده احنا جسد المسيح على المذبح هنا وفي 1000 كنيسة تانية هو جسد ايه؟ واحد، وكلنا بنشترك فين؟ في الجسد الايه؟ الواحد. يعني حتى في العهد القديم كان كل واحد يجيب الذبائح بتاعته، لكن في العهد الجديد هي ايه؟ يبقى مين اكتر وحدانية؟ في العهد الجديد، لان احنا ايه؟ كلنا بنشترك فين؟ في جسد واحد. تقدمون إلى هناك محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفاء أيديكم ونذوركم ونوافلكم وأبكار بقركم وغنم، وتأكلون هناك أمام الرب إلهكم وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. يبقى هنا لاحظنا ثلاث حاجات في الآيات دي. أول حاجة إن مكان واحد واللي يختاروا مين؟ ربنا، مش أي حتة. تاني حاجة إن هتمارس فيه كل حاجات اللي اتكلمنا عليها في سفر اللاويين، محرقات وذبائح وعشور ورفاء وكل ده. وتالت حاجة ان انتوا تأكلوا وتفرحوا. تأكلوا ايه؟ وتفرحوا. عشان كده سمة العبادة الحقيقية هو اللي ايه؟ الفرح. مش ممكن واحد يقول لي انا لسه مصلي ولا ايه بلضم. لازم يكون ايه؟ فرحان. لازم يكون فرحان. وانا الحقيقة بتمسك بالآية اللي قال المسيح اراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم ايه منكم. انا مره حكيت لكم على الحكايه ديت، دخلت في نقاش مع واحد كان عمال يتكلم على مشاكل ومش مشاكل، فقلت له انت ما قابلتش المسيح في الكنيسه النهارده؟ قال لي ازاي ما انا مصلي ومتناول. قلت له لو شفت المسيح كنت تبقى فرحان، لان هو قال كده، اصدقك ولا اصدق المسيح؟ فتعلم يفرح بعد كده. يعني لازم الانسان يفرح، يفرح لان ربنا هدفه. ربنا مش محتاج لعبادتنا يا اخواتي، ده ربنا عايز يلمنا حواليه كأبناء عشان يمتعنا بهذا الايه؟ بهذا الفرح. لا تعملوا حسب كل ما نحن عاملون هنا اليوم،
ابتدى يبقى في فرق بين العبادة في البرية والعبادة فين؟ في الهيكل. طبعا لما قال لهم حسب المكان اللي اختاره ربنا في آية 5، دي بتأكد ان موسى اللي كاتب، لان معناها اللي كتب ما كانش عارف الهيكل هيبقى ايه فين، لان لغاية الوقت ده كان ربنا لسه ما حددش مكان الهيكل. فبيقول لهم ما تعملوش حسب كل ما نحن عاملون هنا اليوم، اي كل انسان مهما صلح في عينيه. وهم في البرية كان النظام مختلف. اديكم مثل بسيط، يعني وهم في البرية كان ربنا ما بيسمح لهمش ان هم يذبحوا ذبايح بعيد عن الهيكل. يعني حتى لما انت تيجي تذبح ذبيحه للبيت تروح تذبحها فين؟ في الهيكل. ودي الحاجة اللي جماعة الفريسيين محتفظين فيها برضو، بحتة الايه؟ ان الكوشر وان يجي الرباي ويصلي والكلام ده كله اللي انتوا عارفينه، ده اللي يدفعك 2-3 دولار زيادة مثلا في الباوند عشان ايه الرباي مباركها، يعني واخدين بالكم؟ فهم كانوا في الخيمة في وقت التنقل في البرية كان ممنوع ان حد يذبح، لكن كان كله يجي يذبح فين؟ في الهيكل. ليه؟ علشان ربنا كان عايز يعلمهم ان مفيش حاجة تتذبح لغير مين؟ ربنا. ومفيش حاجة تتذبح الا لايه؟ للشركة. وهم كانوا قاعدين حوالين الخيمة كلهم في مساحة ايه؟ محدودة. لكن لما يخشوا ياخدوا الارض بتاعت ال 12 سبط دي، ما اقدرش بقى ان انا اقول لواحد النهاردة عايز يذبح وياكل لحمة ان هو يروح يذبح فين؟ في الهيكل. فهيبتدي ربنا يديهم نظام جديد وقوانين ايه جديدة. لانكم لم تدخلوا حتى الان المقر والنصيب اللذين يعطيكم الرب الهكم، فمتى عبرتم الاردن وسكنتم الارض التي يقسمها لكم الرب الهكم وراحكم من جميع اعدائكم الذين حواليكم وسكنتم امنين. ده ظلال الابدية. اما نعبر من الارض للسماء وناخد نصيبنا اللي في السماء، اللي عنده وزنة واللي عنده 2 واللي عنده 5 واللي عنده whatever، يبقى وأراحكم من جميع أعدائكم، يعني مفيش تجارب تاني، مفيش خطايا، مفيش فكر، مفيش شهوة، مفيش زعل، تبص تلاقي كل إيه سكنتم إيه آمنين. فالمكان الذي يختاره الرب إلهكم ليحل اسمه فيه. أول ما دخلوا أرض الأردن كنعان، التابوت كان في حتة اسمها شلوة، هنيجي للكلام ده بالتفصيل بعد كده. وبعدين عصوا ربنا وحصلت مشاكل وحروب وكده، واتخذ منهم وبعدين رجع تاني. وفي زمن داود التابوت راح فين؟ أورشليم. وداود حاول يبني وربنا قال له في إيدك دم ما تبنيش، وسليمان إيه هو اللي بنى. والمكان اللي بنى فيه سليمان كان من اختيار مين؟ يعني ربنا حتة مكان لي ديت موضوع لطيف لو حبوا تدرسوه في الكتاب. أول مكان ربنا قال إن ده بتاعي كان فين؟ بيت إيه؟ بيت إيل. بيت إيل لما قال إيه؟ إن هذا باب الإيه؟ السماء. شاف السماء مفتوحة، والكنيسة هي المكان المفتوح من الأرض لإيه؟ للسماء. وبعد كده ربنا اختار الهيكل في أورشليم لما قال إن هذا المسكن الذي دعي اسمي إيه عليه، دعي اسمي عليه، لأن ده بقى بيت ربنا. المكان الذي يختاره الرب إلهكم ليحل اسمه فيه، تحملون إليه كل ما أنا أوصيكم به، محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ورفع وكل حال. هنا في مبدأ مهم ربنا بيعلمه لنا، هناخده على التفسير الحرفي والتفسير الروحي. هو إيه؟ ان العبادة كلها بتكون في مكان ايه؟ واحد. احنا اتكلمنا بالتفصيل في لويين وفي عدد على النذور والذبائح وكل ده، لكن انا يهمني التفسير الروحي النهاردة، ان كل عبادة تقدمها لله هي من مكان واحد. هو فين؟ قلبك. هو ايه؟ قلبك. يعني ايه؟ معلش سامحوني ان انا هاخد بس دقيقة زيادة في الحتة دي. يعني وانا بصلي، صلاتي هي ايه؟ تعبير عن حبي اللي بيوصلني بربنا. وانا بقرا الانجيل هو تعبير عن حبي اللي بيفتح اذنيا وقلبي ليسمع كلام ايه؟
ربنا، وأنا بدي العشور تعبير عن حبي لربنا اللي ادالي 90% وأنا برجع له إيه 10%. لما أنا بساعد واحد تعبير عن حبي لربنا اداني نعمة وقوة ومعرفة وكل حاجة إن أنا أقدر إيه. يبقى مركز العبادة بتاعتك فين؟ قلبك. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة المحرقات والذبائح والعشور ورفع الأيدي كل ديت وخيار نزوركم، يعني أفضل نزوركم، كلها خارجة منين؟ من القلب. عشان كده أنا فاكر مرة البابا شنودة قال كلمة لطيفة قوي، قال إن الله سيأخذ كل شيء ويصفيه ويبقي منه الإيه؟ الحب اللي وراه. يعني أنت ممكن تكون مثلا بتعمل خدمة اجتماعية في الكنيسة، بتجيب أكل وتوزعه على الناس ومش عارف إيه وكده، وتعمل نشاط هايل، وبعدين تنسى صلاتك، وبعدين تنسى إنجيلك، وبعدين يشدك للنظام وتجيب لك كتابين عن نون بروفيت أورجانيزيشنز ومش عارف إيه، وتقرأ وتشتغل علمي، يعني بتشتغل على أسلوب هايل يعني، وبعد كده تبص تلاقي نفسك بتتحكم وتتأمر وتشخط وتقول إيه أنا ما حدش بيفهم قدي. العبادة دي كلها راحت خرجت من القلب وأصبحت لا تقدم لله، بتقدم لمين؟ لذاتك. بتقدم لإيه؟ لذاتك. دي نقطة خطيرة الشيطان بيضربنا بيها. أنا بكلم ناس خديسين، الشيطان مش هيحاربهم بالزنا والقتل والسرقة، لكن يحاربهم بالإيه؟ بالتفريغ المضمون. يبقى إن أنا بعمل كتير بس أنا جوه إيه؟ في آية تشرح الموضوع ده صعب قوي، بتقول إيه؟ لهم سورة التقوى ولكنهم إيه؟ ينكرون قوتها. إحنا مفروض نخر الزيت، مش نخر الزيت عشان من كتر أكل الطعمية والفول، من كتر إيه؟ الحياة المقدسة اللي مع ربنا، مش كده؟ أنبا شنودة وهو عيل صغير كانت إيديه بت إيه؟ بتنور. لكن إحنا أكتر حاجة خطيرة في الإصحاح ده أول 3-4 آيات، ما زالت مذابح الأوثان قائمة في قلوبنا. وتفرحون أمام الرب، بيكرر تاني العبادة كلها عبادة إيه؟ فرح. طب فين الآية بتاعت بكآبة الوجه ينصلح القلب؟ دي في مخدعك الداخلي، في مخدعك إيه؟ الداخلي. زي يوسف كده لما كان يعمل إيه؟ كان يقعد مع أخواته وبعدين لما يتحول كان يعمل ايه؟ يبكي. لكن تقول للناس تعالوا شوفوا وعود ربنا للخطاة، اما اكلمكم على وعود ربنا بإبادة الخطاة والأشرار، طبعا ده كلام ايه؟ صعب. تفرحون امام الرب الهكم، والسبب الفرح ان احنا قدام ربنا. وهنا في آية 12 اللي بيزوده ان الفرح ده مش فرح شخصي، ده فرح جماعي، أنت وبنوك وبناتك وعبيدك وإمائك واللاوي الذي في أبوابك، لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك. يعني حاجة غريبة هنا بقى أنه هو إيه؟ اللاوي اللي هو الشماس بيقول له ده أنت هتفرحه كمان إيه؟ معاك، مش أنت هتفرح لوحدك. الإنسان الفرحان لوحده ده أناني، لكن الإنسان الفرحان فرح روحي هو يفرح والكل إيه؟ يفرح معاه. مثل حلو خالص على الموضوع دوت انا بحبه خالص، السامرية لما فرحت بالمسيح عملت ايه؟ عروس النشيد لما فرحت ولقت العريس قالت ايه؟ راحت قالت لهم تعالوا فوجدت من تحبه ايه؟ نفسي. هسألك سؤال اسأله لنفسك وانا بسأله لنفسي، هل تجد في نفسك النفس المتهللة الفرحة بالرب التي تقول لكل من يقابلها تعالوا نفرح بربنا؟ بس تعالوا نفرح بربنا ايه؟ لقيت ألف دولار في الشارع ولا نفرح بربنا المزمور ده عزاني والآية دي تقوتني والصلاة دي أنا حسيت فيها بمعونة ربنا؟ ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه. ربنا عايز المحرقات تخرج منين؟ من القلب، مش عايز عبادة من الشفتين. بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أصباطك هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما أنا أوصيك به. وربنا اختار وقال يا ابني أعطني إيه؟
قلبك، ولكن من كل ما تشتهي نفسك تسبح وتأكل لحما في جميع أبوابك حسب بركة الرب إلهك التي أعطاك، النجس والطاهر يأكلان كالظبي والأيل. هنا بقى بنلاحظ حاجة غريبة جدا، يعني ربنا لو أنت أزلت الأوثان وقلبه قلبك بقى أساس الحب والعبادة وسكن في قلبك وبقيت فرحان، الثلاث سمات اللي احنا بنركز عليهم النهاردة، مفيش عبادة أوثان، هيكل الله قلبك، ملك لله هو هيكله ومركزه، وحياة فرح، بيقول لك ايه بقى؟ كل من كل ما تشتهي نفسك، حتى الحاجات اللي حرمها قبل كده بيقول له كلها، حتى الحاجات اللي حرمها قبل كده بيقول له كلها. مش غريبة دي؟ ليه؟ قديس أنطونيوس حللنا المشكلة دي بسهولة جدا، قال أحبب وافعل ايه؟ ما شئت. هل إنسان يستطيع وهو يحب الله أن يعمل حاجة ضد محبة ربنا ليه؟ ما يقدرش. ليه؟ ما يقدرش. ليه؟ لأن محبة ربنا إيه؟ بتمتلك قلبه، ما يقدرش يعمل حاجة. هو بيقول له كل من كل ما تشتهي نفسك تسبح وتأكل لحما في جميع أبوابك، دي كان تصريح، لأن أنا لسه قايل من شوية أن من شوية أن في الـ وهم في البرية كان ممنوع ان هو ايه يذبح ويأكل لحم في ابوابه، فربنا بيقول له لا، انت دلوقتي تقدر طالما ابدت عبادة الاوثان وطالما هيكلي وفرحان تقدر ان انت تذبح ايه وتاكل، تقدر ان انت تذبح وتاكل حسب بركة الرب الهك. يعني حسب بركة الرب الهك يعني ايه؟ حسب ما ربنا يبارك لك. اللي ربنا اداله معزة كويس، واداله فرد حمام كويس، واداله طور كويس، وتقول ايه؟ اشكرك يا ايه يا رب، لان الذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليلا لم ايه ينقص. بس هنا بيحط شرط، اما الدم فلا تاكله على الارض تسفكه كالماء. ليه بقى؟ ليه بيقول له الدم لا تاكله؟ لان كل النفس موجوده فين؟ في الدم، ولان كانت في عبادات وثنيه قائمه على ايه، ولان الانسان اللي بياكل لحمه بدمها او بيشرب دم بيتحول لانسان ايه؟ وحشي، انسان وحشي، وده ضد الطبيعه الانسانيه اللي ربنا عايزنا نبقى فيها. الدم لا تاكله، عشان كده عن موضوع سفك الدم عند اليهود مهم جدا، وعندنا حلو ان احنا نبقى عارفين كده، لان برضو حته الناس اللي تاكل لحمه بدمها دي بتخلي الانسان دموي شويه. بيقول له على الأرض تسفكه كالماء، وهنا نقف بس نقطة، لما بسفك دم على الأرض إيه اللي بيحصل له إخواتي؟ بإيه؟ طب إيه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لك؟ بيعمل كلوت، والكلوت ده بيعمل كفر على الأرض، مش كده؟ وده بيشاور لإيه؟ لدم المسيح، لأن دم المسيح هو اللي هيستر إيه؟ خطايانا. بصوا التأمل ده، بيقول لك ان احنا بالخطية احببنا الارض والتراب، فصارت طبيعتنا السماوية طبيعة ايه؟ ترابية، ولكن دم المسيح المسفوك غطى على هذه الايه؟ الطبيعة. عشان كده قال لك تسفك الدم على الارض كالماء، المية الارض تشربها لكن الدم تعمل فيه ايه؟ تشرب البلازما والباقي يعمل ايه؟ وحتى جاي منها كفر، من كلوت كفر، ان ربنا هيغطينا. الموضوع ده كان ليه تأثير على القداس بتاعنا، لما بيونا بيجي يصلي في التقديس بيقول مثلا ايه؟ اخذ خبز وكسر وبارك وايه، وهذا هو جسدي الذي للعهد الجديد. لكن لما بيجي يتكلم على الدم بيقول ايه اول كلمة ايه؟ لا، يقول وذقت، يقول وايه؟ وذقت، ويعمل ايه؟ يقرب الكاس من ناحيته. ليه؟ لان الدم كان ممنوع انه يتشرب في العهد الايه؟ القديم، لكن المسيح قال لنا بقى لما جه الدم الحقيقي اللي اتسفك عننا قال لنا ايه؟ خذوا كله هذا هو جسدي، وخذوا اشربوا هذا هو ايه؟ دمي. عشان كده ابونا بيقول وذقت الاول، كأنه بيدينا حل عن ما وصي به في العهد القديم ان احنا ما نشربش الايه؟ الدم. فاحنا ما نشربش اي دم الا دم مين؟
ليه؟ لأنه بيطهرني من خطاياي، بيطهرني من خطاياي. لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك، ولا أبقار بقرك وغنمك، ولا شيئا من نذورك التي تنذر، ونوافلك ورفائع يدك. هنا بيقال أن اليهود كانوا بيدفعوا العشر مرتين، يعني 20%. وأنا مرة عملت بحث الحقيقة لقيتهم 23 مش 20 بس. إيه الموضوع؟ كان في جزء بيطلع للهيكل والكهنة، وكان في جزء تاني بياخدوه معاهم الهيكل ويكلوه هناك العشر ده، وفي جزء تالت هنتعرض له بعد كده كانوا بيقسموه على 3 سنين ويحطوه قدام بيوتهم. يعني خلي بالكوا العشر اللي هنا ده بيقول له لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك، يعني حيجي هو في 3 أعياد قلناهم بيطلع اليهودي الذكر، وطبعا معاه الستات والأخواتهم ومراتاتهم وكده بيطلعوا معاهم، يطلع الهيكل، فبيبقى عامل حسابه أن غير عشوره هو واخد عشر الحنطة والخمر والزيت ولا أبقار بقرك وغنمك ولا شيئا من نذورك التي تنذر ونوافلك ورفائع إيه يدك. دي ما تاكلهاش في بيتك، دي تاخدها فين؟ في الهيكل. دي تاخدها في الهيكل، بل امام الرب الهك تاكلها. ده اللي اتقال عليه ان دي عشر غير العشر، ان مش معقول ياخد العشر وياكلها. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول له لا، ده انت في عشر بتقدمها وفي عشر بتروح تاكلها في الهيكل. عشر بتروح تاكلها فين؟ في الهيكل. ليه؟ عشان يعلم الناس حياه الايه؟ الشركة. يعلم الناس حياة الشركة، الغني مع الفقير، الكل إيه؟ مع بعض. بل أمام الرب إلهك تأكلها في المكان الذي اختاره الرب إلهك الهيكل، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في أبوابك، وتفرح أمام الرب إلهك بكل ما امتدت إليه يدك. يعني كأن تعب السنة كلها، لأن هم كانوا بيشتغلوا على أرض ومحاصيل وأبقار بتولد وغنم بيولد، فكانوا ياخدوا كل الحاجات العشور بتاعت الحاجات دي ويروحوا يبقى عيد. وانا اعتقد ان نظام الموالد اللي كان في مصر في فترات معينة كان متأثر بالحكاية ديت، ان هم مثلا هم عندهم اعياد بيروحوا يقعدوا اسبوع. واخدين بالكم؟ يعني عيد الفطير ده قد ايه؟ اسبوع. وعيد المظالة قد ايه؟ 8 ايام. فكانوا بيروحوا يقعدوا المدة دي كلها، فكانوا ياخدوا معهم الحاجة دي ويروحوا ياكلوا فيها، بس عامل حسابه انه واخد عشر انتاج السنة عشان يشارك فيه الايه؟ الناس اللي هم عيلته وعبده وامته واللاوي الذي في ابوابك، لان احنا قلنا ان اللاويين اتوزعوا على الاسباط، فكل مجموعة من اللاويين كانت قاعدة في وسط اسباط، فكان كل مجموعة من اللاويين ياكلوا من السبط اللي هم ايه؟ عايشين في وسطهم. طب كانوا بيعملوا ايه؟ قاعدين في وسطهم يعملوا ايه؟ مش اللاويين دول المفروض يروحوا الهيكل يخدموا؟ اللاويين كان ليهم عملين، كان يساعدوا الكهنة، ودي القسم من اللاويين اللي كانوا قاعدين في الهيكل، والقسم التاني كان تعليم الشريعة. وقسم تعليم الشريعة ده كانوا فين؟ منتشرين، لان هم خلاص بينتقلوا من عبرانيين محدودين في مكان معين لايه؟ لشعب وأمة كبيرة. احترز من ان تترك اللاوي كل ايامك على ارضك. يعني تتركه يعني ايه؟ تهمله، يعني مش يبقى قاعد اهو قاعد وخلاص، لا ده هو ليه نصيب. والصورة الآية 18 دي جمالها ان بيجمع، يعني دي الاشتراكية، يعني الاشتراكية عبارة عن ايه؟ ان الكل بايه؟ بيشترك وكل بيتساوى، يعني ابتدى بانت وانتهى باللاوي، وقبل اللاوي حط ايه؟ عبدك وايه؟ وقامتك. ودي حلوة ان الواحد يحسس ان الكل بايه؟ بيشتركوا. يعني اديكم مثل بسيط، يعني في واحد مثلا ايه يلاقي واحد غلبان فيقول له ايه؟ خد انا القميص ده ابني ما بيلبسوش، وفي قطع صغير كده شوف لك حد يخيطه ويلبسه. ويا حرام يفتح القميص يلاقي ايه يعني. وفي واحد تاني يروح يشتري قميصين بسعر رخيص، ما بقولش بالسعر اللي عياله بيشتروا بيه حتى، ويدي قميص لواحد غلبان وقميص لابنه يقول له ده بهدله زي ما انت عايز، يعني غير اللي هيشتريه من مصروفه بقد كده.
لكن يحس ان هو بايه بيساوي بين الناس. اذا وسع الرب الهك تخومك كما قلت كما كلمك وقلت اكل لحما لان نفسك تشتهي ان تاكل لحما فمن كل ما تشتهي نفسك تاكل ايه لحما. طبعا احنا بنتكلم في الاصحاح ده في الصيام فالكلام ده كان لليهود يعني وهو طبعا ربنا عارف موضوع اللحمه معاهم فاكرين قبور قهات اللي قعدوا ياكلوا لحم السمان لما طلع من ايه من اخرهم وماتوا يعني. فربنا بيقول له كل اذبح في بيتك اذا كان المكان الذي اختاره الرب الهك ليضع اسمه فيه بعيدا عنك فاذبح من بقرك وغنمك الذي اعطاك وكل في ابوابك ما اشتهت نفسك. بيكرر على نفس الايه ديت يعني الجزء ده متكرر في الاصحاح ده مرتين. من حقك تذبح دلوقتي طالما انت بعيد عن الهيكل ومن حقك تاكل النجس والطاهر يؤكلانه ايه سواء. وهنا حط له مثل الظبي والايل ودولت كانوا كتار في المنطقه اللي هم داخلين فيها لكن برضو حتى ما نزلهمش المستوى اكل الحمير وال يعني الحاجات اللي اصعب. ويأكد على موضوع الدم لانه هو النفس لا تأكله لكي يكون لك لأولادك من بعد خير إذا عملت الحق في عيني الرب. وأما أقداسك التي لك ونذورك فتحملها وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب. هنا تأكيد التأكيد سببه حاجتين يعني الجزء ده تلاحظوا أنه تكرار للجزء اللي قبليه لسببين. السبب الأولاني أن موسى بيقول لهم الكلام ده ومش داخل معاهم فأنت عارف أنت ابنك لما يكون رايح مكان بعيد وتقعد أنت إيه يعني موسى هنا قالها مرتين احنا كاباء بنقولها كم مره 50 مرة لغايه ما يقول لك ايه خلاص انا عارف انت عايز ايه خلاص. لكن ليه محبه الاب موسى مش داخل معاهم ارض الموعد مش هيبقى قدام عينيه فعمال ايه يكرر. الحاجه الثانيه ان هم لما يخشوا حينبهروا. تخيلوا ناس عايشين فوق العشرين سنة غير يعني هم دولت كان سنهم 20 سنة فعايشين 40 سنة ما بيشوفوش غير رمل دول مش بتوع مصر دول اخدين بالكو ويخشوا بقى يلاقوا الارض اللي بتتروي بالمطر والسهول والكلام ده كله. فربنا بيقول له احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي انا اوصيك بها لكي يكون لك لأولادك من بعدك خير الى الابد اذا عملت الصالح والحق في عيني الرب الهك. الآية دي مشروحة في الإصحاحات اللي قلناها قبل كده. متى قرض الرب إلهك من أمامك الأمم الذين أنت ذاهب إليهم لترسهم وارستهم وسكنت إيه أرضهم. بيستخدم هنا تعبير عجيب قوي بيعتبر ربنا أنه عارفين العملية القرض دي يعني كأن الحاجة اللي قدامه دي ملوش إيه ملاش أي مقاومة. يعني هنا مش زي العتة يعني انت بتشوف مثلا مش شايف حاجة لكن تلاقي السوب ايه مهري. فبيوريهم ان مهلهل تلاقي ان الامم دولت في ايد ربنا هيبقوا ايه مش هياخدوا حاجة كده. وده رجاءنا فيه ان هو ايه قوتنا واللي قرض في العهد القديم يقرض في العهد الايه الجديد. فاحترز من ان تصطاد وراءهم من بعد ما بادوا من امامك. يعني دي نقطة خطيرة جدا اللي ربنا بيتكلم فيها ديت ان انا بشوف هلاك الشرير وقلده. وربنا عارف الحتة دي لما ربنا اتكلم على المجيء التاني وقال ان الايام هتقصر قال لي قال يمد حتى المختارين انفسهم ايديهم للايه للاسم من اجل كسرة الاسم. فربنا بيقول له احفظ واسمع وانا هقرضهم من امامك وهخليك تورث وتسكن في ارضهم. وقبل كده قال له دي امم اعظم منك واكبر منك لكن بيقول لك احترز من ان تصاد وراءهم من بعد ما بادوا من امامك ومن ان تسال عن الهتهم قائلا كيف عبد هؤلاء الامم الهتهم فانا ايضا افعل هكذا. احنا بنتاثر بالاجواء اللي حوالينا فربنا هنا بيحذرهم من حاجه مهمه جدا. يعني احنا مثلا يجي مثلا واحد يقول يا ابونا انتوا كنيسة عمرها 2000 سنة ما تغيرتش. يعني ابونا كده مثلا لو القداس بقى 1/3 ساعة او 1/2 ساعة مش يبقى الطف ها
او ان احنا مثلا بدل ما نقعد كله صلاه مثلا ان احنا نغني شويه ونرقص شويه والبيبل دي جيت انفولفد كده ويجيت دايناميك وكلام زي كده. مش ده بيحصل؟ ها يقول لك بورينج. مش بيحصل ده بورينج ليه؟ واللي انت بتعمله اللي انت بتطالب بيه ده برضو is gonna be boring. وانا حكيت لكم القصه بتاعت القسيس البروستانتي اللي راح كان اجتماعه بايظ خالص فقال لي حمس الشباب فقال لهم احنا هنقول كلمه صغيره وبعد كده نشيل الكراسي ونعملها صاله راس. فاول مره راحوا وسمعوا كلمه كده ورقصوا مره في اتنين لقوا ما بيجوش فراح لهم الديسكو قال لهم انتوا ايه حكايتكم ما بتجوش ليه؟ قلتوا عايزين ترقصوا ورقصناكم ما بتجوش ليه؟ قالوا لا احنا كنا بنروح نرقص ولما ضميرنا يحركنا ونحس ان احنا محتاجين ربنا كنا نيجي الكنيسة، لكن لما الكنيسة بقت بترقص يبقى خلينا قاعدين في الديسكو. فهنا احنا مش عايزين نمشي وراء ايه، نشوف الناس دي بتعبد ازاي. واحد بيفرح انه بيشرب، واحد بيفرح انه بيروح فيجاس، واحد بيفرح انه هو بيعمل حاجة كده مش تمام. ما دي كلها آلهة، مش دي كلها آلهة بتاخد الناس؟ احنا مش عايزين نعمل زيهم. ما تحاولوش تاخدوا خبرات أمم هالكة، ما تحاولوش تاخدوا خبرات أمم إيه هالكة. بطرس ناقش الموضوع ده على فكرة، قال إن يعني الناس قالت طب ما احنا بقالنا زمن اهو بنقول المسيح على الأبواب وما جاش. لا هيجي، اتأكد انه هيجي، ولو ما جاش فعمرك الطويل ربنا يديك طولة العمر انت هتروح له. فهو يعني هتتقابل، يا انت هتروح له يا هو ايه هيجي لك. انا بيعجبني الصعيدة في الترنيمة بتاعت يسوع، قال انا ايه، قال انا جاي والمؤمن اخده معي. فبيقول تعمل ايه يا خاطر ازاي لما يسوع ايه يجي. لا تعمل هكذا للرب إلهك لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يكرهوا. يعني هم أغاظوا ربنا بإيه؟ بعبادتهم، فأنت ما تقلدهمش. إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. أنا قلت لكم على الإله اللي كانوا بيعملون نحاس ومحمى بالنار ويطبلوا جامد ويرموا عليه الأطفال الصغيرين الرضع عشان صريخ الأطفال ما يسمعوهوش في وسط الإيه، ويعتبر ان هم بيرضوه. وطبعا الذبائح البشريه دي كان موضوع موجود في العهد القديم. كل الكلام الذي اوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. انا هختم بالايه دي هنا، وربنا بياكد علينا ان وصيته كامله، لا نزد عليها ولا ننقص ايه منها. ليه؟ لان احنا احيان كتير بنعيش مع ربنا بحاجه اسمها وصايا تفصيل. انا سمعتها من ناس كتير، واحد يقول لي يا ابونا الكلام ده ربنا لو عارف فلان ده ما كانش قال احبوا اعدائكم، ده لا يصلح معاه الحب. ده قلبك الضيق اللي بيقول كده، وعقلك لمؤاخذة اللي اضيق اللي بيقنعك بكده. لكن لو انت ملكت قلبك ربنا على قلبك هتستطيع ان انت تحب كل احد مهما كان. او يجي واحد يقول لك ايه احتياجات يا ابونا، احنا ما فيش لازم نشتغل بالذات يعني اي شغل يجي. طب ما ربنا بيقول يعني القى على رب همك وانا اعولك، او بيوعد وعود كتيره جدا يعني نسيت الام رضيعه انا لا انساكم. طب ليه تاخد وقت ربنا وتشتغل فيه؟ ما تحاول ان وقت ربنا ده يبقى لربنا، واحنا ما بنتعبش ضمايركم ونقول لكم يعني بقول لك احضر قداس في الاسبوع. اما يجي واحد يقول انا بشتغل 7 ايام في الاسبوع ومش مكفي، هل من قلة الشغل؟ لا، ده من قلة البركة، ده من قلة الايه البركة، من الطمع. في وصايا كتير احنا بنفاصل مع ربنا ايه فيها. وفي آية بتشرح الحتة دي جميلة، اما بيقول من اخطأ في واحدة فقد صار ايه مجرما في الكل. ليه؟ لان هي معناها ان انا باجي عند ربنا واقول له ايه اعمل يوترن هنا، انا مش هقدر احبك في الحته دي، مش هقدر اطوعك في الحته دي. ربنا ما يمشيش بالطريقه ديت، ربنا عايز قلبك ايه كله. فربنا يدينا نعمه ان احنا اي وثن نلاقيه في قلبنا نشيله، ان قلبنا يبقى هو هيكل الله،
ان احنا نفرح بربنا، ان احنا يكون عندنا شركة مع كل احد، ويكون رسالتنا لكل احد ذوقوا وانظروا مواطية بالرب في حياة ايه؟ فرح ورجاء. والمجد لله دائماً.